بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحد الأول من شهر أبيب دايما يجي حوالين عيد الرسل الأطهار، عيد الرسل في 5 أبيب. حد يوم 3 وعيد الرسل يوم 3 5 أبيب. عشان كده الإريات كلها حوالين الرسل الأطهار. دعا تلاميذه 12 وأعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء الأمراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، دي وصايا بعتهم، وقال لهم ما تشيلوش حاجة، يعني تعملوا حساب السكة، لا عصا، يعني الطرق زمان كانت زي الفلاحين كده فيها خطرات كتيرة، فيها كلاب، فيها حاجات، فالعصاية اللي الواحد يبقى شايل حتى بقية الناس، يعني كان يشيل عصايا للسكة، أي كلاب تطلع عليهم أي حاجة يقدر يدافع. قال لا بلاش دي، ما تدافعوش عن نفسكم وانتوا في السكة، بلاش عصا للطريق ولا مزود. أما السفر زمان كان كله على الرجلين، وكان اللي مسافر حتى لازم يعمل حساب، ما فيش لا دكاكين ولا محلات ولا بيع وشراء، يعني زيل، فلازم الواحد يعمل حساب وهياكل ايه، يعني جاء عليه الليل لازم يلاقي له مأوى. حتى كان في زمان فنادق كده على السكك للغرب، ولازم يعمل حساب يشيل شوية أكل، خبز بتاع. قال لا ما تشيلش حاجة للسكة ولا مزود ولا خبز، الزوادة اللي كانوا بيشيلوها الناس البسطة، ولا فضة ولا فلوس، ولا يأكل الواحد ثوبين. تبدأ ده نفضهم من كل حاجة، جردهم تجرد كامل مطلق، تاخدش حاجة، تعملش حساب حاجة. طب ما بعتهم ليه؟ بعتهم ازاي؟ يعني المفروض حسب فكر الإنسان، يعني إذا بعت واحد مشوار عشان يعمل حاجة لازم تزوده بالحاجات اللي يحتاجها. يعني لو بعت حد يشتري حاجة لازم تدي له حاجة يشتري بيها، ولا تبعته ليه؟ المسيح مشي ضد التيار العالمي ده، اللي هو حساب الحسابات من جهة الجسد، من جهة الحياة، من جهة الواحد يخاف على نفسه، التأمينات اللي البشر بيعملوها. طبعا دلوقتي يعني الكلام ده بتاع 2000 سنة فاتوا، دلوقتي ايه؟ لا، بحسب الجيل اللي احنا عايشينه والتفكير بتاعنا الكلام ده ما يمشيش خالص. تحدف واحد في الهوى كده. الواقع ان المسيح له المجد ايه لما قال لهم امشوا كده وما تاخدوش حاجة وما تعملوش حساب حاجة، مرة تانية قال لهم يعني لو ما يمسكوك ولا يضربوك ولا بتاع ما تقعدش ترتب في مخك هتقول ايه، الا تهتموا من قبل بما تتكلمون به. حتى الكلام ما تهتمش ازاي تتكلم ليه. قال طب ازاي مش الواحد يجهز نفسه؟ الواقع ان المسيح له المجد ما بعتهمش للعالم وسابهم،
الواقع الجواني انه قال انا معكم كل الايام. بعتهم في السكه وقال ايه؟ روح وانا معاك بس مش مرئي للعيان. انا مش هسيبك ولا ثانيه. قال للرسل روحوا وانا معاكم. في السكه، في المدن اللي هتدخلوها، في الناس اللي هتقابلوها، في الضيقات اللي هتواجهوها، انا مش هسيبكم. وامن ليهم الحياه بطريقه فائقه. قال ايه؟ حتى شعر راسكم انا اعده. واحده منها لا تسقط بدون اذني. عشان كده الرسل لما نزلوا مطمنين قوي، وما حدش منهم عارض المسيح وقال له طب ازاي هنروح؟ طب وانت بعتنا من غير لا عصا ولا خبز حتى، امال هناكل من ايه؟ ولا كلمه من ده. لانهم كانوا عارفينه وتاكدوا جدا ان هو اللي بيقوله والتدبير بتاعه والخطه اللي بيعملها حاجة إلهية فائقة. عشان كده الرسل سلموا تسليم كامل. قال ما تشيلوش عصا للطريق للدفاع عن نفسه، قالوا خلاص بلاش. وما تلبسوش ثوبين، قالوا حاضر. المسيحيين بقى، طب دول الرسل الأطهار، طب عملوا إيه بده؟ فعلا لما عاشوا كده غزوا المسكونة كلها وعملوا آيات وعجائب وصيروا العالم زي السماء. هم قليلين لكن كانوا بيطوعوا طاعة مطلقة. طب وين المسيحيين؟ النمرة واحد، طب ما أنا أقول لما المسيح بعتني للعالم برضو، أنا مش من زي الرسل يعني، احنا ناس غلابة، لكن اقول هو مش برضه بعتني للعالم؟ انا بشتغل في شغلة، طب مش لازم اعرف ان هو بعتني في الشغلة دي؟ قال لي روح اعمل ايه؟ قال لي اكرز. اكرز بايه؟ او انا اسيس ولا انا واعظ؟ قال لا لا لا، اكرز بحياتك. طب لما اللي يحصل التجرد ده، يعني الواحد يبقى من جوه قلبه ومن جوه ذهنه رمى كل الحاجات اللي الناس بتتكل عليها، ابتدى يعيش الايمان بقى. يعني كل الناس اللي عايشه ازاي؟ كل واحد عنده تدبير، متكل على حاجه، واحد عنده انشورنس والتاني عنده بيتين يقول لك دول العوزه، وبعدين واحد محوش حته ذهب والتاني عامل كذا، كل واحد بيعمل ايه؟ البالانس لتأمين الحياة كده، كويس. واحد تاني حتى لو عنده الحاجات دي رامي من ذهنه الاتكال على الحاجات دي، أنا مش عاوزها. لا الاتكال على بشر ولا على دراع بشر ولا على فكر بشر ولا على قوة بشر ولا على أمور مادية. رماها من ذهنه إن دي ممكن تكون تأمين للحياة فيبقى مسيحي. هل جميع المسيحيين يبقوا مجردين من الفلوس؟ لا. كل واحد لازم يبقى عنده جلبية واحدة، ما عندوش اثنين، لا 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 لا. ده منهج. ده واحد ألقى كل رجائه على الله. ده اللي بيسموه إيه؟ قال ده اللي بيسموه الإيمان. ايه اللي يعني انت في بالك ايه اللي يسندك؟ قال مفيش حاجه في الدنيا، انا سندني المسيح. ايه اللي انت متكل عليه؟ انا مش متكل على لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم يعودون الى ترابهم. اكبر واحد في العالم يطلع النفس يترمي في الارض يروح التراب. خلي يعني منهج الرسل الأطهار ده منهج حياة. عاشوه قال عاشوه ونجحوا 100%، غيروا العالم.
لو وجد إنسان مسيحي ليه نفس الإيمان بتاع الرسول يقولك ربنا بعتني، لا أي حد، لا أي مكان، لا أي شغلة، لا أي بلد، مش بعيش هنا مثلا كده أهي جات الظروف، لا مش الظروف، في حاجة اسمها إرسالية، هو بعتني. لو الواحد أدرك إن هو يعني إيه معناه إيه، قال يعني أنا مش موجود هبهزر كده، اتولدت وعايش والدنيا وقابلت شوية ناس واتصاحبت عليهم وخلفت كام عيل وموت كده زي بقية العالم، قال لا لا لا، في واحد عنده ميشن، عنده رسالة، عنده غرض، واحد ربنا بعته حسب كلام المسيح للمجد في مثل من الأمثال، الأب يقول إيه؟ يقول يا ابني صبح كده، يقول لابن يا ابني اذهب اعمل اليوم في كرمي. دي ايه دي؟ قال دي ارسالي. ما يقوليش بقى شغلتك ايه، مش دي الموضوع. بعتني كل يوم الصبح يسمعني كلمة دي في ودني ويقول لي ايه، روح اشتغل لحسابي. بعت الرسل لايه؟ لحسابه. قال لهم روحوا اكرزوا بالخلاص اللي انا عملته، اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. طب شال منهم الحتت اللي الناس بتفكر فيها، العصا والمزود والفلوس والاتكال، ده شالها. وبعدين قال لهم اداهم برضه، اداهم حاجه مش متشافه، ايه؟ القوه على اخراج جميع الشياطين. طب دي تتشاف ازاي؟ اداها لهم ايه، من بره؟ قال لا دي من جوه. فبقى شكلا فقراء، شكلا مجردين، جوه اقوياء جدا، حاصلين على قوه الهيه لغلبه جميع الشياطين. طب دول الرسل، طب والمسيحيين؟ صدقني برضو انت جواك قوه تقدر تغلب شيطان الكذب. شيطان الكذب ده ايه؟ قال ده حاجه جامده قوي، جميع الناس على الارض يعني مش عاوز اقول بيكذبوا. طب ويكذبوا ليه؟ المغلوبين. لكن لو وجد واحد خد القوه ديت يبقى عنده قوه على انه يغلب شيطان الكذب. طب لما اداهم القوة دي كانوا يعملوا ايه في الشيطان؟ بيكرشوه. يعني الشيطان اتخزى قدام القوة المسيح ده. طب ما اللي انا بقى عليه؟ ما اللي مش حاسس بالقوة دي، القوة اللي اداها المسيح طبعا للرسل الأطهار دي حاجة، لكن برضو ادانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. لكن توصل لأي واحد مغلوب على حاجة خايبة كده يكذب. طب ليه بتتغلب؟ يعني ليه الشيطان بيغلبك؟ قول أنا ضعيف أو شهوات جسدية. يعني بتتغلب ليه؟ يقول لك ضعف البشر. طب ما ضعف البشر، طب فين قوة الله؟ ضعف البشر ده اللي بنتحجج بيه، تلف وتدور وتكذب وتعمل وتقع وتداري وتمشي في طرق مش مستقيمة. ليه؟ ما انت عندك قوة وسلطان على جميع الشياطين اللي بتحاربنا. بيقول لك ايه، اصل الشيطان شاطر. لا، انا عاوز احفظك حاجة تانية، الشيطان خايب، هو شاطر على الخايبين. لكن هو قدام قوة الله قال للرسل ايه؟ اخرجوا شياطين. يعني الشيطان ساكن في بيته والواحد من الرسل يجي يكرشه من بره، يبقى مين الاقوى؟ قاوموا ابليس فهرب منكم. فاللي ادهولهم بقى حاجات ايه؟ مش برانيه، شال كل اللي بره ده رماه ما تتكلوش عليه، واداهم في الداخل قوه وسلطان. قول ده سلطان الرسل الاطار. طب واحنا؟ قال أما الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله،
احنا مش دريانين ومش متمتعين ومش بنعيش حسب السلطان بتاعنا. اي واحد فينا ليه سلطان اولاد الله. طب ما بنخيب ليه؟ مش عارف. فاللي ده للرسل، الرسل استودعوه في الكنيسة إلى مجيء المسيح زي ما هو، نفس الخير، نفس القوة، نفس النعمة، نفس الروح القدس اللي أعطاه، نفس العطايا، نفس المواهب، كلها في الكنيسة إذا كان الإنسان يعيش، إذا كان الإنسان يطوع، إذا كان الإنسان يخضع ذاته لوصايا المسيح. ما تحملوش عصا، حاضر. ما تشيلوش فلوس، مش متكلكم ده. حتى لما كرزوا بالإيمان ومسيحيين بقوا كتير، أول يوم 3000 نفس، وبعدين تاني يوم بقوا 5000، وناس قلبها تحرك وحبوا المسيح قوي وتمتعوا بالخلاص في أيام قليلة، بقى كل واحد يرمي الدنيا. طبعا الرسل ما حدش قال لحد روح بيع حاجة، هم من تلقاء أنفسهم لما امتلكوا الروح وحبوا المسيح واتحدوا به رموا، اترمت الدنيا من ايديهم. طب لما جابوا الفلوس حطوها فين؟ تحت أقدام الرسل. والرسل مش هياخدوا فلوس، قال لهم ما تاخدوش فلوس، ما يكونش معاكم. فلما جابوها ايه؟ حطوها عند رجليهم. شفت مركزها فين بقى؟ مش مركز الامور الماديه في الدماغ، في الفكر، لا، عند رجلين. هي دي الكنيسه، دول المسيحيين. ايه الفلوس؟ ولا حاجه. فرموها ورموها تحت أقدام الرسل. طبعا درس الرسل الأطهار ده مكتوب في الإنجيل وقرناه، لكن في حد يعني ربنا يعني يفتح عليه كده ويتبع الرسل الأطهار، يمشي زي ما مشوا ولو على قدنا يعني، ولا رب أسمع كلامك، حتى لو قلت له روح فين أروح، فيش فصال، و فأي مكان ممكن تستخدمني أنا ضعيف، لكن أنت ممكن تستخدمني لمجدك، وممكن وجودي وحياتي وتصرفي يبقى كرازة للمسيح يسوع ربنا، له المجد الدائم.